طيب دكتور مصطفى، ايه هو علم ترميم المومياوات؟ اهميته ايه في الحفاظ على التراث العالمي والمومياوات بشكل خاص؟ ولأي مدى احنا كمان بنهتم بهذا العلم؟ تمام. من 2017 من مشروع نقل المومياوات الملكية، هنقول ده ثورة في مجال ترميم وحفظ وصيانة المومياوات على مستوى العالم، مش مستوى مصر بس. الحمد لله كنت شرفت ان انا اكون قائم على اعمال وضع الخطة، معايا فريق متميز جدا من اخصائي الترميم اللي بيقوموا بالاعمال دي معايا. كان لاول مرة في التاريخ زي ما استاذ سيد بيتكلم ان موميا كانت مومية الملك رمسيس السادس من وقت الوفاة بتاعته، وحصل ضمور سرقة، المومية اتحولت ل 187 قطعة في الأسرة 21، يعني ما أكثر من 3000 سنة. الكهنة دخلوا لقوه مفتت، لفوه في الكتان وكتبوا ان احنا لقينا الجثة كلها ان ده رمسيس السادس، ولقينا كله مفكك. اه، فعشان يتبرأوا من العملية دي جي سميث 1905 وهو بيفك اللفايف، قال انا لقيت الفك عند القدم والقدم عند الفك، ولقيتها كلها مفككة. من هنا اما جينا 2017 كانت بالنسبة لنا صدمة، موميا كلها مفككة. الصورة ما اعرفش هي مع حضرتك ولا لا، بس الموميا كلها مفككة قدامي. الملك رمسيس السادس بالظبط. الموميا مفككة بالكامل. طب انا دلوقتي العلم الحديث بيقول لي ايه؟ بيقول لي كلهم بلا استثناء استعملوا مخلقات طبيعية مع صناعي. طب احنا كتيم اول مرة مصري كامل صرف استعملنا ايه؟ استعملنا لمصر القديم استعمله. من خلال دراسة المومياوات الملكية كلها اكتشفنا لأول مرة تظهر في الحضارة كلها اللي هي الحضارة البشرية كلها، ان المصر القديم عمل عمليات تجميع للمومياوات بتاعته. اشهر موميا مومية الملك سيتي الثاني، اما خدنا الراتنجات اللي هو جمع بيها لقيناها ان دي بتدي اقصى فعالية، افضل من المواد المخلقة الصناعية. فمن هنا قدرنا نعرف ايه هي المواد دي، ومن خلال المواد دي قدرنا نجمع لأول مرة مومية الملك رمسيس السادس، وظهرت بالشكل الكامل في المتحف القومي للحضارة، ودي أول مرة تظهر في التاريخ من ساعة الدفن بتاعها من أكتر من 3200 سنة. تمام، ده جزء صغير من عمليات الترميم اللي تمت. أخصائي الترميم بالنسبة للمومية في الوقت الحديث هو الحامي المباشر. يعني إيه؟ هو مش بس بيقف دوره عند عملية الفحص والتحاليل وإن هو يعرف الماتيريال الجديدة، لا، إحنا دلوقتي بنحنط محنطات تتطابق مع المومياوات الملكية أو غيرها من المحنطات بنفس التكنيك، بنفس الأسلوب اللي مصر القديم استعمله، وبنعمل عليها حاجة اسمها التقادم الصناعي. يعني إيه تقادم صناعي؟ يعني بنمشي عليها عوامل الزمن المتتالية. يعني أنا كنت طفل ثم بقيت شاب ثم بقيت عجوز وهكذا. الدورة دي اسمها دورة الحياة، مثلا هتاخد لك 60-70 سنة. صحيح. طب أنا عايز دلوقتي بتعامل مع موميا بقالها 3000 سنة أو 4000 سنة، بالتقادم الصناعي اللي بعمله في المعمل بقدر ارجع الموميا الحديثه اللي انا لسه عاملها ل 3000 و4000 سنه. طب ايه الهدف؟ الهدف بالنسبه لي انا دلوقتي بحافظ على المومياوات الملكيه جوه النيتروجين. طب انا لازم احط في اعتقادي ان يحصل اي مشكله، فبحط المشكله وافترض ان في مشكله واقدر اعمل معالجه للمشكله دي عشان ما احطش اي احتمال للخطا، عشان المومياوات الملكيه تفضل محطوطه جوه الوحدات لافضل فتره ممكنه في الحفاظ. طب من خلال التجارب دي اكتشفنا ايه؟ ان النيتروجين لوحده لا يكفي في عمليه الحفظ. ايه ده؟ النيتروجين المفروض ان هو بيحميها من اعلى تكنولوجي، من البكتيريا. اعلى تكنولوجي ظاهر في العالم كله، ان النيتروجين هو بيقاوم التلف الميكروبيولوجي والحشري. طلع ان الكلام ده غلط لوحده. انت هتقاوم التلف الميكروبيولوجي والحشري، لكن في عامل اساسي اسمه تحلل الداخلي للمومياوات من خلال رفع المحتوى المائي. ده اللي اثبتناه بايه؟ بالتحاليل والفحوصات. يبقى اذا خدنا النيتروجين بتاع الالمان وقدرنا نطور فيه ونقلل العامل الافكت بتاعته يدي اعلى فعاليه. من خلال ايه؟ من خلال التجارب والفحوصات والتحاليل اللي شغالين بقى لغايه دلوقتي. فده دور الترميم، دور الترميم كبير قوي. لا، واحنا كمان يمكن احنا كان لينا شرف ان احنا نزور اكتر من متحف ونتابع عمل المرممين. بصراحه يعني هم بيبذلوا مجهود كبير جدا، بيقعدوا لوقت طويل جدا من الساعات علشان يقدروا ان هم يرمموا حتى يعني قطعه بسيطه، لانه الغلطه مش مسموحه اصلا. مفيش غلطه، وفي نفس الوقت ان المومياوات بالذات انت بتتعامل مع مجهول. انت بتتعامل مع نسب، عايز تعرف النسب دي ايه والمواد دي ايه حطها ليه، بتقعد تجيب بقى المواد دي كلها وتقعد تشغلها مع بعض وتشوف العوامل بتاعتها. ده مش بالسهل، ده بياخد شهور وسنين. طبعا.